متابعينا الاعزاء السلام عليكم. النهارده انا جاي لكم فيديو جديد برضو مشتريات زي اللي عملناه عن المشتريات بتاعه دبي، بس المره دي مشتريات من مصنع مصري 100%، منتجاته في منتهى الروعه. المصنع اسمه بورسلين انترناشونال او العالميه للبورسلين، مصنع مصري 100% زي ما قلت لحضراتكم، ومنتجاته فوق الممتازه. خلونا نتفرج على المنتجات. انا اشتريت المنتجات دي مش جايه لي هديه ولا حاجه، انا دافع فلوسها بالكامل، بس يعني احقاقا للحق لازم اقول ان منتجاتهم ابهرتني من الجوده بتاعتها، وعايز اوريها لحضراتكم وانتوا هتحكموا برضو اذا كانت جودتها فعلا تستحق ولا لا. خليكم معايا، هنفتح الصندوق لاول مره ونشوف المحتوى بتاعه باذن الله. بسم الله. خلوني انزل الكرتونه في الارض ونبتدي نشوف، نستعرض المحتويات قطعه قطعه ان شاء الله. ده اول منتج معانا، دي بولا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، من هنا قصيره ومن هنا عاليه، واخده في انسيابيه في الجسم بتاعها. البولا دي تنفع كويس جدا لشوربه، تنفع لتقديم فروت سلات او حاجه زي كده. انا جايبها مخصوص عشان خاطر استعملها ان شاء الله في الوصفات بتاعتي. خلينا نحطها هنا ونشوف حاجه تانية عشان ما نعطلش حضراتكم. دي برضو بوله بشكل مختلف، اصغر شويه، تنفع لتقديم طبق مكرونه او باستا يعني، او رز او سلطات، تنفع كويس جدا برضو. يعني ليها افكار كتير الواحد يقدر يستعملها. انا جايب منها قطعتين بالشكل الجميل ده. دي مجموعة من الصواني لقلي البيض، المفروض ان يتعمل فيها بيض او يتعمل فيها طواجن وتدخل الفرن، وطبعا حجمها مناسب لفرد واحد. انا جايب منها 3 قطع عشان لو حبينا نعمل وصفات في الفرن اقدر استعملها فيها باذن الله. دي بولة صغيرة انا جايب منها قطعتين، برضو تنفع لسلطة لشخص او فرد واحد، تنفع لفواكه متنوعة، يعني نقدر نستعملها في كذا حاجة. شكلها مميز جدا وعاملة زي ما تكون دمعة كده، عجبتني شكلها فجبت منها 2. ده مصباح علاء الدين، قلت اجيبه وادعكه كده، جايز يطلع لنا مشتركين ومتابعين جداد في القناة، بس للأسف واضح ان هو ما بيشتغلش، هو معمول لحاجة تانية، معمول عشان خاطر نصب بيه صوصات سواء على سلطة او على شوكولاتة ونصبها على كريب او واتيفر. يعني شكله عجبني فجبت واحد منه. ده حاجة جميلة جدا عجبتني فجبت منها قطعتين، طبق ومعاه بولة للصوص، يستعمل في تقديم بقى ممكن مكرونة او باستا، وده الصوص بتاعها، ممكن بطاطس وده الصوص اللي هناكلها بيه، ممكن حاجات كتير يعني، شيء ستيك، افكار كتير جدا ممكن الواحد يستعمله فيها. عجبني فجبت منه 2 برضو، دول جمال جدا. دول اطباق على شكل مثلث زي ما حضراتكم شايفين، ده اصغر واحد وده مقاس اكبر شوية، ده ينفع لتقديم رز، تقديم باستا، تقديم اي وصفة من الوصفات خضار، وده كمان طبق اكبر شوية، حجمه اكبر شوية. التلاتة مقاسهم جميل وشكلهم شدني جدا، انا بحب الحاجات اللي شكلها بصراحة غير تقليدي، ودول يعني مفيش غير تقليدي اكتر من كده بالنسبة لي. جبت الاتنين دول، ده جبت منه 2، ده ممكن ينفع لتقديم حلويات صغيرة او سوشي او كده، ممكن نستعمله في التقديم الحاجات دي، عجبني جدا برضو وجبت منه قطعتين. ده طبق لقيته لطيف جدا، شكله لطيف عجبني فجبت منه قطعتين، ينفع لتقديم اي وصفات من الواحد بيعمل على القناة. جبت طبق
من دول عشان اقدم فيه سوشي. لو عملت سوشي تاني انا عامل وصفة على القناة، اتمنى حضراتكم تشوفوها، اللي ما شافهاش هتعجبكم جدا. وفي نفس الوقت يتقدم فيه ستيك، يتقدم فيه اي حاجة. هو طبق مسطح وفيه زاوية ميل شوية، لطيف جدا بالنسبة لي. فجبت مجموعة من الحاجات الصغيرة، دول دي حاجات صغيرة كده ممكن تمشي. انا جبتها بصراحة البنات يعملوا بيها وصفات ميني، هم يعني كانوا محتاجين حاجة زي كده. ناقصها بس الجزء اللي بيتحط فيه تحت وبيتحط فيه شمع عشان يسخن، ويقدروا هم يعملوا بيها الوصفات اللي هم عايزينها، وينبسطوا زي ما احنا بننبسط بالوصفات اللي بنعملها لكم. ده برضو شكل تاني، وده كمان، ودول. دي كانت مجموعة الحاجات اللي جبتها من العالمية للبورسلين. أتمنى أن حضراتكم تتشجعوا زي ما أنا اتشجعت، وتزوروهم وتشوفوا الكواليتي بتاعهم، ولو حبيتم تعملوا أوردر أو حاجة، كميات بسيطة، هم ما عندهمش أي مشكلة إن شاء الله. أستاذ أحمد إبراهيم هيساعدكم بإذن الله. بياناته زي ما قلت لحضراتكم في صندوق الوصف، هتلاقوها تحت، تقدروا تتواصلوا معاه مباشرة، وربنا يسهل ويعملوا معاكم الواجب إن شاء الله. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.